بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا الخامسة هي عن الكاينتكس أوف بارتيكل، هذا النوع الثاني من الحركة. النوع الأول خلاص، اللي هو دراسة الحركة دون الأخذ بنظر الاعتبار القوة اللي سببت الحركة. ناهسه هذا الكاينتكس أوف بارتيكل، دراسة العلاقة بين الإزاحة والسرعة والتعجيل مع القوة اللي سببت الحركة، مع القوة اللي سببت الحركة. وطبعا هنا هو قانون نيوتن الثاني، هذا اللي يشرح لنا هذا الموضوع. زين، أول مرة نشوف قانون نيوتن الثاني ينص على شنو. يقول if the resultant force acting on a particle is not zero، إذا كانت محصلة القوى المؤثرة على الجسم لا تساوي صفر، the particle will have an acceleration proportional to the magnitude of this resultant and in the direction of this resultant force. فيقول هذا البارتيكل، هذا الجسم راح يمتلك تعجيل يتناسب تناسب طردي مع مقدار هذه المحصلة، وله نفس اتجاه المحصلة، وله نفس اتجاه المحصلة. حتى لو هسه الآن لو نجي ندرس أو نفهم قانون نيوتن، ايش راح نفرض؟ راح نفرض عندي بارتيكل أثرت عليها قوة F1 طبعا هنا فكتر راسمينه بالطوخ اللون الغامق، وهذه of constant direction and constant magnitude، يعني هاي القوة مقدارها ثابت واتجاهها أيضا ثابت ما يتغير. فالمقدار هنا راسمينه باللون الفاتح للدلالة على أنه مقدار فقط، فهذا فكتر القوة يعني مقدار واتجاه، وإنه هنا مقدار فقط. فنلاحظ أنه تحت تأثير هذه القوة الجسم راح يتحرك، لأن ما دام المحصلة لا تساوي صفر فالجسم راح يتحرك، راح يتحرك واتجاهها يعني راح يكون حركته على خط مستقيم واتجاهها باتجاه القوة، يعني القوة وين تدفع الجسم فالجسم راح يتحرك باتجاه القوة. زين، فإذا حسبنا موقع الجسم بأوقات مختلفة راح نلاحظ أن هذا الجسم يمتلك تعجيل مقداره A1، يعني هذا هنا أيضا التعجيل مقدار فقط. وهذا هسه هذا بارتيكل أثرت عليه قوة F1 بمقدار معين واتجاه معين، فراح نلاحظ أنه هذا الجسم له تعجيل يساوي A1 واتجاهه باتجاه القوة، اتجاهها باتجاه القوة. أيضا لو غيرنا هسه القوة، خذنا قوة ثانية، يعني كررنا نفس التجربة بس غيرنا القوة مقدارا واتجاها، نلاحظ أن التعجيل أيضا راح يتغير مقداره وأيضا راح يتغير اتجاهها، بس يبقى محافظ أنه له نفس اتجاه القوة. شوف هاي F2 هاي اتجاهها وهذا التعجيل هذا اتجاهها، بس هذا التعجيل يختلف عن التعجيل في الحالة الأولى بسبب أنه القوة بالحالة الثانية اختلفت عن القوة بالحالة الأولى، اختلفت أقصد مقدار واتجاه. أيضا لو أخذنا حالة ثالثة، شوف هذه القوة، فراح نستنتج نفس الاستنتاج أنه التعجيل راح يتغير مقداره، بس وأيضا راح نستنتج أن التعجيل له نفس اتجاه القوة. فهسه هنا لو قسمنا القوة على التعجيل، كل وحدة مقدار القوة على التعجيل، راح نلاحظ انه مقدار القوة على التعجيل بالحالة الاولى يساوي مقدار القوة على التعجيل بالحالة الثانية ويساوي مقدار القوة على التعجيل بالحالة الثالثة، وراح يطلع لنا فد كمية ثابتة، يطلع لنا فد كمية ثابتة. هاي الكمية الثابتة راح نسميها الكتلة، هاي الكمية الثابتة هي راح تدلل على كتلة الجسم، كتلة الجسم هذا المقدار الثابت راح يصير عندنا هو عبارة عن كتلة الجسم.
فإذا هسه بنضرب الوسطين بالطرفين، هذا الثابت قلنا كتلة، فال F1 شو يساوي؟ A1 في الام، F2 تساوي A2 في الام، وال F3 راح تساوي A3 في الام. الام هي ثابتة كتلة الجسم، حتى لو تغير القوة تبقى الكتلة ثابتة. هذا القانون اللي وضعه نيوتن، قانون نيوتن الثاني اللي هو مقدار القوة تساوي الكتلة في التعجيل. زين، هسه لو أثرت أكثر من قوة، يعني جسم أثرت عليه أكثر من قوة، يعني F1 و F2 و F3 إلى آخره، فهاي شو نسوي؟ ناخذ لهم محصلة، ناخذ لهم محصلة، وأيضا راح يصير summation of F، مجموع القوة اللي تأثر على الجسم تساوي الكتلة في تعجيل ذلك الجسم، الكتلة في تعجيل ذلك الجسم. الفرق بين هاي المعادلة هاي هنا، هاي تمثل لي المحصلة سواء كانت قوة واحدة أو عدة قوة، هنا للدلالة على أنه الجسم يتأثر عليه أكثر من قوة، فسموشن أوف F يساوي M A، وهذا الرمز سموشن أوف F قلنا هو يساوي لنا السم، وهو الريزلتنت مال القوة المؤثرة على الجسم. الآن نأتي إلى اللينير مومنتم. لينير مومنتم يعني الزخم الخطي، الزخم الخطي للجسم، أو وأيضا راح ندرس ريت أوف تشينج، معدل التغير بالزخم الخطي، معدل التغير بالزخم الخطي. راح ناخذ هاي المعادلة اثنين، ناخذ هاي المعادلة، راح ناخذ هاي المعادلة اثنين، summation of F هذا بالطرف الأيسر، هذه M ننزلها، بس التعجيل راح نعوض عنها مشتقة السرعة بالنسبة للزمن، مشتقة السرعة بالنسبة للزمن. بما أنه الكتلة ثابتة، كتلة الجسم ثابتة، أي جسم كتلته ثابتة ما تتغير. زين، فإذا إيش راح أقول؟ راح أقول الدي على الدي تي، ايش راح يصير عندك؟ الكتلة ثابتة والسرعة هي فكتر، هذا سكيلر تعتبر مقدار فقط، لأن يعني الكتلة هي سكيلر كوانتيتي، هي كمية لا اتجاهية، فأقدر أقول دي على دي تي حاصل ضرب شنو؟ حاصل ضرب كمية لا اتجاهية في كمية اتجاهية ثانية، وهاي مشتقتها بالنسبة للزمن، هاي المعادلة رقم ثلاثة. زين، هسه هنا صار عندي مقدار الكتلة في السرعة، كتلة في السرعة، وهذا هو الزخم، كتلة في السرعة، وهذا مقصود به الزخم، نسميه بالانجليزي مومنتم، واحنا جاي نحكي عن الزخم الخطي، الزخم الخطي لينير مومنتم، بس هذا نسميه لينير مومنتم or simply the momentum of a particle. It has the same direction as the velocity. المومنتم شوف هنا هاي هذا الجسم البارتيكل له كتلة M وله سرعة V، فراح يصير إليه شنو؟ إليه زخم، هذا الزخم هم فكتر، هم كمية متجهة، يساوي حاصل ضرب الكتلة في السرعة. هذا ليش كمية متجهة؟ لأن الكتلة هي مقدار لا اتجاه، هي مضروبة في متجه، فتبقى الكمية متجهة. الزخم يسمى زخم خطي، لأنه راح يصير عبارة عن خط مستقيم، ويوازي السرعة، يبقى موازي للسرعة. مقدار الزخم الخطي يساوي حاصل ضرب الكتلة
في السرعة، مقدار الزخم الخطي يساوي حاصل ضرب الكتلة في السرعة. فL هي linear momentum، الM هي الكتلة، والV هو السرعة، وهي معادلة رقم 4. فإذا أنا أقدر أقول summation of F يساوي summation of F يساوي هنا طبعا شنو؟ نرجع للمعادلة مالتنا. المعادلة مالتنا إيش قلنا هنا؟ هذا قلنا هو شنو هو؟ M في V هو ال L، فمشتقة ال L بالنسبة للزمن راح تصير L dot، يعني مشتقة الزخم بالنسبة للزمن، فيطلع L dot. فإذا summation of F هذا الطرف الأيسر بقى ما به تغير، التغير وين جاي يصير؟ جاي يصير بالطرف الأيمن، فصار L dot المشتقة الأولى للزخم الخطي. زين، هذا ال L dot، ال L dot طبعا عندي هنا قبل لا ال L dot قلنا شنو هو؟ مشتقة الزخم الخطي نقدر نكتبه بهذا الشكل ونقدر نكتبه بهذا الشكل، نقدر نكتبه بهذا الشكل. هسه عندي ملاحظة مهمة، ملاحظة مهمة لازم ننتبه لها. هاي الملاحظة شو يقول؟ يقول احنا الكتلة عندنا فارضينها ثابتة، يعني كتلة الجسم ايش بيها؟ يعني كونستانت. فإذا المعادلات من 3 لـ 5، معادلات من 3 لـ 5 اللي هي معادلات، معادلة ال summation of F يساوي المشتقة بالنسبة للزمن للمقدار MV أو للدالة MV، هاي الثالثة. الرابعة قلنا شنو هي؟ عوضنا عن الزخم. والخامسة L dot. يقول هاي المعادلات لا تستخدم لحل مسائل تحتوي، يعني تتضمن حركة أجسام مثل الروكت، مثل الصواريخ، which gain or lose masses. هاي الصواريخ طبعا ممكن أن يصير بها زيادة أو نقصان بالكتلة أثناء حركتها، أثناء حركتها. هذا النوع من المسائل بعدين راح نجي له في وقت لاحق. يقول problems of that type will be considered later. على هالأساس يعني المعادلة الثالثة عندنا طلع rate or change of linear momentum is zero. يعني أنا هنا يعني أنا هسه إذا الريت أور تشينج أوف يعني هاي ال L إذا ساوت زيرو، إذا يعني إذا summation of F ساوت صفر، فال L dot شو راح يساوي؟ يساوي صفر. يعني هنا شنو صار عندي؟ مجموع القوى على الجسم يساوي صفر. فبهيج حالة يعني إذا summation of F يساوي صفر، هاي ال L dot راح تساوي صفر. زين، هذا شنو معناه؟ معناه linear momentum ليأثر على البارتكل راح يبقى كونستانت، ما يتغير. كونستانت بيش؟ بالمقدار والاتجاه، كونستانت in both magnitude and direction. This is the principle of conservation of linear momentum of a particle. ويقول هو هذا مبدأ الحفاظ على الزخم الخطي. شلون قانون حفظ الطاقة؟ الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، مو وإنما تتحول من شكل إلى آخر. هذا هو قانون حفظ الزخم الخطي. زين،
وهذا قانون حفظ الزخم الخطي هو شكل آخر من أشكال قانون نيوتن الأول، قانون نيوتن الأول. ليش أول؟ لأن الأول ينص أنه مجموع القوى على الجسم تساوي صفر، اللي هو الاستاتيك، بحالة الاستاتيك. نجي لليونتس، شلون نتعامل بقانون نيوتن مع اليونتس. هسه راح ناخذ النوع الأول من أنظمة الوحدات اللي هو الاس اي يونتس، النظام العالمي International System of Units. إذا كان الجسم، طبعا هنا مو بكيفي أفترض أنا، لازم نفتهم هاي الحالة. إذا كان عندي الجسم اللي أثرت عليه قوة، هذا الجسم مقدار كتلته 1 كيلوغرام. فإذن إذا مقدار كتلته 1 كيلوغرام، فالقوة اللي تأثر عليه راح تصير 1 نيوتن. القوة اللي تأثر عليه راح يساوي 1 نيوتن، والتعجيل اللي أثر عليه راح يصير 1 متر بالثانية تربيع، 1 متر بالثانية تربيع. زين، هذا 1 نيوتن شو يساوي؟ 1 كيلوغرام. زين في 1 متر على السكند تربيع، هذا 1 متر على السكند تربيع شو يعطيني؟ هذا راح يعطيني تعجيل، فكتلة في التعجيل تساوي قوة. فواحد كيلوغرام هذا الكتلة، التعجيل 1 متر على الثانية تربيع. زين، فأنا ضربت كتلة في التعجيل ma فراح ينطيني الفورس. ليش راح ينطيني الفورس؟ لأن أنا عندي القوة. شنو؟ أرجعك للقانون، يعني هو قانون نيوتن. شو يقول قانون نيوتن؟ يقول القوة تساوي الكتلة في التعجيل. هذا يقول القوة تساوي الكتلة في التعجيل. فأم منضربها بالأي تعطيني فورس. زين، نرجع لمعادلتنا. اوكي، هذا الواحد نيوتن اصله شنو؟ اصله 1 كيلوغرام. هسه هاي اضرب هذا الكيلوغرام، راح يصير عندك بالبوست. بيش مضروب؟ بالمتر، وعليه من مقسم على الثانية تربيع. فواحد كيلوغرام في متر على الثانية تربيع، هو هذا عبارة عن نيوتن، عبارة عن نيوتن. نيوتن شو يساوي؟ 1 كيلوغرام في متر على الثانية تربيع. زين، هذا بالنسبة للجسم إذا تحرك أفقي. الجسم إذا تحرك عمودي، حركته عمودية وهم كتلته 1 كيلوغرام، هم كتلته 1 كيلوغرام، هنا التعجيل مالته يصير هو التعجيل الأرضي اللي جاي يتحرك عمودي. فالأي هي 89 متر على الثانية تربيع. فهذا يصير الدبليو مالته تساوي الكتلة في التعجيل، كتلة في التعجيل. بس التعجيل هنا إلى شنو؟ إلى مقدار اللي هو 89. فواحد كيلوغرام في 9.8 يطلع 89% نيوتن، وهذا هو الدبليو. فإذا القوة بالحركة إذا كانت بالعمودي، القوة اللي تحرك الجسم هي وزن الجسم، هي وزن الجسم، وزن الجسم. فمن أريد أحسب الزخم، من أريد أحسب الزخم بهذا النظام الاس اي يونتس، أضرب الأم في السرعة. الأم شنو؟ كيلوغرام، والسرعة متر على السكند، صار كيلوغرام متر على السكند، وهي وحدة الزخم الخطي بنظام الأس آي يونتس. إذا نروح للنظام الثاني اللي هو اليو أس كوستمري يونتس، فالكتلة هنا بالسلق، واحد سلق مقدار الكتلة.
الإسلاق هي 1 باوند في الثانية تربيع على القدم. الإسلاق هو 1 باوند في الثانية تربيع على القدم. زين، فهذا إذا جسم كتلته زين 1 إسلاق وتعجيله 1 قدم على الثانية تربيع، فالقوة المؤثرة عليه أو القوة اللي سببت الحركة مالته تساوي 1 باوند. فأجي أقول F تساوي M في الـ A، الـ F هي 1 باوند. زين، هو جاي يحسب لك هاي شلون طلعت 1 باوند. الكتلة اللي هي شنو قلنا 1 إسلاق، كتلة 1 إسلاق في التعجيل 1 قدم على الثانية تربيع، 1 قدم على الثانية تربيع. ف 1 إسلاق مضروب في قدم على الثانية تربيع يعطيني 1 باوند. الإسلاق هذا أقدر أجيب الوحدة مالته اللي هي شنو 1 باوند سكند تربيع على القدم. عوض هنا بالإسلاق بهذا المقدار 1 باوند تقسيم 1 قدم على الثانية تربيع على الثانية تربيع. شوف هسه هنا يصير عندك، يصير بالبصين عندك يصير 1 باوند، راح يصير 1 باوند بالمقام. شو يصير عندك؟ قدم تقسيم ثانية تربيع، ثانية تربيع راح تصعد للأعلى، فشي يصير 1 باوند سكن تربيع على القدم. هذا بالنسبة إذا كانت الحركة شنو أفقية، هذا بنظام اليو اس كوستمري يونس. إذا كانت الحركة عمودية فهنا الجسم يتحرك بتعجيل، التعجيل مالته هنا شقد 32.2 قدم على الثانية تربيع. وأضرب هنا الكتلة، شلون أطلعها الكتلة؟ أطلعها دبليو على الجي، الجي هنا 32.2 قدم على الثانية تربيع، هنا الكتلة مالته 1 باوند، الكتلة مالته 1 باوند. فالاف مالته راح يصير 1 باوند. بالمناسبة الكتلة نوبات استخدمها انا كوزن، ونوبات استخدمها الباوند. مرات استخدمها وزن ومرات استخدمها كتلة، يعني هاي بالنظام هي هيج. فبنقول باوند فورس، يعني الكتلة هنا الباوند هنا هو وزن، وبنقول باوند ماس يعني الباوند هو عبارة عن كتلة. وشلون اطلع الزخم؟ ايضا اضرب الام في الفي، الام الكتلة قلنا شنو؟ 1 باوند سكند تربيع على القدم، والفي قدم على الثانية. فالزخم وحداته 1 باوند او باوند سكند، باوند سكند. في حين اذا نقدر نخليهم اثنينهم ظاهرين، في حين بالاس اي يونت الزخم وحداته كيلوغرام في متر على الثانية. اما بالنظام اليو اس كوستمر يونت فوحداته باوند في الثانية. هذه اكو وحدات ما تحويل باللينث، العلاقة بين القدم والمتر، 1 قدم يساوون 3.048 متر. بالفورس بين الباون والنيوتن، 1 باون يساوي 4.448 نيوتن. بالماس العلاقة بين الإسلاق والباون، فواحد إسلاق يساوي 1 باون سكن تربيع على القدم، ويساوي 14.59 كيلوغرام. فالإسلاق هو فت كتلة مال جسم شو تعادل؟ تعادل 14.59% من الكيلوغرام. زين هذا. وإذا الباون كان كتلة، باون 1 باون سكند تربيع على القدم اللي هو الإسلاق هذا، حتى تعرف العلاقة بين الإسلاق والكيلوغرام.
طبعا الإسلاك بالنظام القدم والكيلوغرام بالنظام العالمي، الباوند القوة بالنظام بالنظام القدم ويقابلها نيوتن، القدم هو وحدة الطول بالنظام اليو اس كوستمر يونت ويقابلها المتر بالنظام العالمي. احنا هنا هسه واحد باوند ماس، واحد باوند ماس ايضا علاقة مو السلق والكيلوغرام، لا الباوند بس هنا الباوند شنو قلنا، باوند اعتبره ماس، شو يساوي 0.4536 من الكيلو غرام. هاي دائما وحدات نحتاجها بحل المسائل. زين نجي الى معادلات الحركة. هسه مثل انا عندي جسم ام كتلته ام ومأثرة عليها عدة قوى F1 F2 إلى آخره، ها؟ فأنا حسب هذا القانون مال نيوتن الثاني شو يقول؟ يقول summation of F يساوي M في الـ A. فأنا هاي summation أرسم الجسم والقوى العليه، الجسم دائما أخلي له كتلة، الجسم أخلي له كتلة M، وهاي summation معناه عليه أكثر من قوة، فخلينا F1 F2 F3 إلى آخره، وأخلي هاي اللي يساوي هذا الشيء يعطيني بالطرف الايمن، يعطيني الكتله في التعجيل، الكتله في التعجيل، وقلنا الكتله في التعجيل هو فكتور جديد، فكتور جديد حاصل ضرب الكتله في التعجيل، فاخلي ايضا البارتيكل نفسها وهسه صار عليها فكتور جديد اللي هو جاي منين، من الكتله في التعجيل، فهذا الطرف هو يمثل سميشن اوف اف اي، هاي اللي يساوي هي هاي اللي يساوي، والام اي هو هذا الطرف اللي هو حاصل ضرب الكتلة في التعجيل. هاي ضرورية ان نرسمها بالحل مال الاسئلة، وين اكو حاجة نرسمها نرسمها، لانه راح تشوفون بعدين نتحلون امثلة لازم هاي ترسمها حتى تقدر تتابع بحل السؤال. اذا نحكي عن المركبات يعني هسه القوة عندي بالفراغ، بالفراغ يعني شنو بها؟ بها اف اكس واف واي واف زد، الاف اكس وين صايرة؟ على الاكس فضربها باي، الاف واي وين صايرة؟ على الواي ضربها بجي، وكذلك الاف زد صايرة على محور زد وضربها بالكي، فهاي سميشن لان هاي محصلتهم راح ينطيني اف، هذولي جمعهم جمع اتجاهي يعني المقدار والاتجاه يعطيني summation of F يساوي M، هذا قلنا scalar، بس ال A هو شنو؟ ال A هو هم vector، فذا القوة بالفراغ فالتعجيل راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي vector بالفراغ، فال A AX في ال I، AY في ال J، وال AZ في ال K. إذن هسه هذه يعني راح احللها، فبالاكس اف اكس تساوي ام اي اكس، يعني اخذ القوة على الاكس واخذ التعجيل على الاكس واضربها بالكتلة، ف سميشن اوف اف اكس يساوي ام اي اكس، سميشن اوف اف واي يساوي ام اي واي، سميشن اوف اف زد يساوي ام اي زد، اوكي سميشن اوف اف اكس يساوي ام، اعوض عن التعجيل اكس دبل دوت لانه التعجيل هو المشتقة الثانية، هذا شكل اخر يعني مكان ما يكتب اي اكس يخلي اكس دبل دوت للدلالة على انه هنا الاي واي يكتب واي دبل دوت والاي زد يكتب زد دبل دوت. زين اذا اخذنا بنظر الاعتبار هسه راح نطبق هذه نطبقها على البروجكتايل، يعني اذا اخذنا فتحال اكزامبل حركة بروجكتايل واخذنا مقاومة الهواء مهملة واخذنا only acting only force acting on projectile after it has been fired is its weight W يساوي ناقص W J، يعني هاي القوة اللي راح تأثر على البروجكتايل هي وزنها، ووزنها وين صاير؟ باتجاه واي، فضربها بجي، وليش خلى ناقص؟
خلى ناقص لأنه الوزن للأسفل، فالويت الويت لأنه هو جاي يحكي بروجكتايل وجاي يحكي عن المركبة العمودية، فيصير دبليو يساوي ناقص دبليو جي بعد ام ام اكس دبل دوت اللي هي هذا ماكو بالبروجكتايل، هذا ماكو يعني بحركته العموديه. ام دبل واي هاي موجوده لان قلنا يتحرك بالواي، فام واي دبل دوت راح يساوي ناقص دبليو اللي هي ناقص دبليو، وايضا ام زد دبل دوت راح يساوي صفر، فمعناه تعجيل بالاكس صفر، تعجيل بالزد صفر، واكو شنو تعجيل وين؟ تعجيل بالواي، ويساوي ناقص دبليو على الام، ناقص دبليو على الام. هذه هسه طلع منها الواي دبل دوت راح يصير عندك ناقص دبليو تقسيم هاي الام، وهذا طبعا هو التعجيل الارضي ناقص جي ناقص جي. إذا نحكي عن المركبات الأفقية والعمودية أو المماسية والعمودية على المماس، أيضا راح أقدر أحلل القوة والأكسلريشن على أي بارتكل إذا مركبتين وحدة تانجنت، زين هذا يصير باتجاه الحركة، وحدة نورمال اللي هي باتجاه عمودي على الحركة. بس لو نباوع هنا أنا القوة راح أحللها مركبتين، FT tangential و FN normal، FN normal. أوكي طبعا هذول مركبات من اكو قوة هنا هي F تأثر على البارتكل، هاي القوة ما تعامل وياها كقوة، تعامل ويا مركباتها. زين فإذا عندي أكثر من قوة شو راح يصير هنا؟ summation of FT، وهنا شو يصير عندي؟ summation of FN. فأقدر أكتب هاي المعادلة summation of FT يساوي MAT، يعني شنو؟ مجموع القوى المماسية يساوي حاصل ضرب الكتلة في التعجيل المماسي، ومجموع القوى العمودية على المماس يساوي حاصل ضرب الكتلة في التعجيل العمودي. التعجيل المماسي أنا عندي dv على dt سابقا مطلعة هذا الـ at dv على dt، فصار m في dv على dt. والتعجيل العمودي على المماس أنا أيضا عندي معادلة سابقة V تربيع على R، فصار summation of Fn يساوي M في V سكوير على R. نجي لل هذه بالنسبة نفس الشيء، هذه همسة من صار عندك، شوف هاي تكتبها ليش مساء قلت لكم، شوف هنا هذه الجانب الأيسر من المعادلة، وبعدين هنا يصير عندك تعجيل، هاي اللي يساوي وهذا التعجيل. هاي المعادلة سبعة هي هذا تمثيلها، لأنه FT MAT هاي ال FT وهذا ال MAT، و summation of FN يساوي MAN، هذه summation of FN وهذه يساوي هذه MA N. هذا إذا حكينا عن المركبات مال التعجيل. نجي لموضوع الديناميك إكليبريوم. إذا رجعنا المعادلة اثنين اللي هي شنو المعادلة؟ F تساوي M في A. زين نقلنا الطرف الأيمن للطرف الأيسر اللي هي نقلنا الـ MA. الام اي كانت هنا مكان الصفر، فنقلناها هنا تغيرت اشارتها وصارت سالبة، فشو يصير عندي المعادلة؟ summation of f ناقص ام في اي راح يساوي لي صفر، هذا
قانون نيوتن بشكل آخر، يعني نقدر نكتب قانون نيوتن بشكل آخر. ف summation of fx يساوي صفر و summation of fy يساوي صفر، هذه including inertia vector، including inertia vector. فهذه شنو أنا هاي هم أقدر أكتبها، هاي أهم أقدر أكتبها. هذه القوى عندي، مجموع القوى هاي هنا F1 وهاي F2 اللي هي summation of شنو of F. وعندي أيضا شنو، عندي الكتلة في التعجيل، هاي الكتلة في التعجيل، كتلة في التعجيل اللي هو هاي شو نسميها، نسميها inertia vector، نسميها inertia vector. هذا الام وهذا الانيرشيا فيكتور اللي هو ناقص ام في الاي، ناقص ام في الاي، هاي الناقص وام في الاي. طبعا تقدر تخليها باي مكان بس بشرط انه الاشاره مالتها ناقص ام في الاي. طبعا هذا يساوي صفر، هاي اللي يساوي وهذا الصفر. يعني ارجع واكد مره ثانيه اقول هذا الرسم اللي يوضح لك المعادلة تستخدمها ضروري جدا بالحل، وأنا أريد أي سؤال تحله وتستخدم أي معادلة يكون الرسم مالتها قبالها، الرسم مالتها قبالها. هسه ما دام هذا يساوي صفر فصار عندي شنو ما يسمى بالاتزان الديناميكي، الاتزان الديناميكي. الاتزان الديناميكي ماذا يعني؟ مو تاخذون الاتزان بال تاخذون الاتزان بالستاتيك، الاتزان بالستاتيك هو محصلة القوى على الجسم تساوي صفر، زين، ومحصلة العزوم ايضا على الجسم، يعني الجسم لا يدور ولا يتحرك. هنا لا، الجسم يتحرك، ليش؟ بس محصلة القوى ناقص الكتلة في التعجيل يساوي صفر. مو معنى هذا ما عليه قوة، لا عليه قوة وجاي يتحرك الجسم، بس من أطرح منه حاصل ضرب الكتلة في التعجيل راح يطلع لي الناتج صفر، هذا أسميه الدايناميك إكليبريوم. طبعا هاي الام في الاي، الام في الاي التعجيل في الكتلة هو نسميه الانيرشيا فيكتور، الانيرشيا فيكتور اللي هو الفكتور مال التعجيل بعد ان انضرب بيش بالكتله، نسميه الانيرشيا فيكتور. شوف هاي عندك اف 1 وهاي عندك اف 2 وهذه عندك اف 3، اوكي زين. هسه انا هاي الكتله، هاي الجسم بارتيكل ام، هذا خليت مماس سميته تي محور تي، وخليت هذا مماس محور العمودي على المماس محور ان سميته. فانا هنا شنو اقدر اخلي، واحنا هنا شنو جاي نستخدم هذا القانون اللي هو شنو هو summation of f ناقص mt، يعني جاي يحكي عن الاتزان الديناميكي، ناقص ma يساوي صفر. فهنا بما انه انا رسمت محورين، واحد تانجنشال واحد نورمال، فاذا الام في الاي ايش راح يصير؟ الام اي تي والام اي ان، وطبعا تاخذ الاشاره الناقص لانه، وهذا راح يساوي لي صفر. ونكمل بالمحاضره الجايه.